من طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول عليها فقال لها بلفظ طالق ثلاثا، هل في هذه الحالة حكمها حكم الدخول بها بهذا الحكم المدخول بها بهذا اللفظ، أي أنه عقد عليها إلا أنه طلقها عياذا بالله بالثلاث قبل أن يدخل بها، طلقها بالثلاث قبل أن يدخل بها، ما أعجله. المهم التطليق بالثلاث محرم مهما كانت الظروف، التطليق بالثلاث طلاق بدعي محرم صاحبه يأثم، سواء أكانت بلفظ واحد أم كانت بألفاظ متعددة كأن يقول لها طالق بالثلاث هذا آثم، وهكذا إن قال لها طالق 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 وهو يريد التأسيس هذا أيضا آثم. لا يجوز التطليق إلا مرة واحدة وفي طهر لم يمسها فيه، أما من طلق في الحيض أو طلق في طهر مسها فيه أو طلق بالثلاث أو طلق بالاثنتين فهؤلاء كلهم آثمون عياذا بالله تعالى. من طلق زوجته بعد العقد بالثلاث، أنتم تعلمون أن المرأة غير المدخول بها التي لم يدخل بها هذه تكفيها طلقة واحدة لتخرج من زوجها وليست عليها عدة، أي أن المرأة المدخولة بها لو قال لها طالق فإنها تبقى ما دام هنالك مجال وطلقة واحدة فإنها تبقى حيضة الأولى والثانية إلى أن تغتسل من الحيضة الثالثة يمكنه أن يردها وأن يراجعها. أما غير المدخول بها فبمجرد أن يقول لها طالق فإنها تبين منه وليست عليها عدة ويمكنها أن تتزوج من شاءت مباشرة بعد التطليق، هذه غير المدخول بها. ومن هنا ما دامت تخرج من عدتها مباشرة فإنها في هذا الحال نقول إنها لا تقع عليها ثلاث طلقات وإنما تطلق طلقة واحدة. المرأة غير المدخول بها إن قال زوجها لها طالق 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 ففي هذه الحالة تطلق طلقة واحدة، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لو قال لها طالق بالثلاث وهو لم يدخل بها فإنها تطلق طلقة واحدة دائنة ولا تطلق ثلاث طلقات، لأنه لا يشرع في حق هذه المرأة إلا أن تطلق طلقة واحدة. وهذا هو رأي الإمام جابر بن زيد رحمه الله تعالى أنه يقول إن هذه المرأة إنما تطلق طلقة واحدة ولا تطلق بالثلاث. المدخول بها يختلف حكمها، لكن غير المدخول بها الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطلق طلقة واحدة. فإن طلقت منه طلقة واحدة فيصح له أن يراجعها، ليس يراجعها إنما يصح له أن يعقد عليها مرة أخرى ولو في نفس المجلس ولكن بعقد جديد بكل مقوماته الشرعية التي نطق بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ومهر وصداق وبينة، والله تعالى أعلم.